السلام عليكم، تحية للإخوان جميعا. هي واحد الحالة في نفس الموضوع ديال احتراق الأوراق بسبب أشعة الشمس. كما كتلاحظوا الجهة اللي ما قيسها الشمس ما فيها حتى حاجة، وهاد شوية لسبب ما راه تقاس بالشمس، حيت الورقة دارت شي شوية وهو يتحرق، لان كما هو معلوم راه الورقه عندها جوج ديال الجهات، الجهه التحتانيه والجهه الفوقانيه، وكل وحده ولاش مخصصه. اذا هذه الجهه الفوقانيه مخصصه باش تستقبل اشعه الشمس، فاذا به الى جات هذه الجهه هي اللي ولات كتستقبل اشعه الشمس كيوقع فيها هذا الاشكال. عندها الا قلبنا الاخرين اللي حداها ما كاين حتى شي كارونس، ما كاينش مرضي، ما كاين حتى حاجه، اوراق عاديه ما كاين حتى حاجه. لان هذا هو السبب علاش كيبان لنا بعض المرات الورقات محروقين، ولكن تيكون الوجه التحتاني ديالهم قاس الشمس. اي ورقه دابا قلبنا ليها الاتجاه ديالها للشمس، الجهه الثانيه ما غاديش تتحمل، لان الله سبحانه وتعالى خلق ليها الجهه الفوقانيه هي اللي كتستحمل الشمس. الجهه الثانيه عندها ادوار اخرين كتقوم بهم، والله يوفق الجميع.